وأؤكد لمعاليكم ولمجلسكم الموقر أن هذا المشروع، مشروع المدينة الرياضية، طبعا هو أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل ما أشار سعادة النائب، اللي من خلاله سيتم تطوير القطاع الرياضي كما هو يعني توجيه سيدي جلالة الملك المعظم ومتابعة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومثل ما أشار أيضا سعادة النائب اهتمام سمو الشيخ ناصر بهذا الموضوع، وأيضا إشرافه على موضوع المدينة الرياضية. وأكد أن المدينة الرياضية كمشروع يضم مجموعة من المرافق، يمكن المرحلة الأولى اللي بدأنا فيها موضوع الاستاد الرياضي لكرة القدم والصالة المدمجة، ويتم أيضا من خلال المراحل الأخرى إلى مجمعات رياضية تضم مجموعة من الأنشطة الرياضية، ملاعب مفتوحة، مضامير لألعاب القوى، ومجمع أيضا تجاري وفنادق، وأيضا لن يقتصر على موضوع فقط الرياضة، يعني يشمل أماكن خاصة للعائلات والأفراد لممارسة الرياضات المجتمعية والفردية. وأكد أيضا لمعاليكم وسعادة النائب أن المشروع يمشي ضمن الخطة الموضوعة إليه، إحنا في ضمن تصاميم التفصيلية حاليا، ويتم أيضا التنسيق مع الجهات الأخرى بالنسبة إلى الخدمات لإنجاح هذا المشروع في موقعه المميز حاليا اللي يتكامل مع مركز البحرين المعارض وحلبة البحرين للسيارات، الحلبة الدولية. فكل هذا يعطي المشروع شمولية ودعم للحركة الرياضية في مملكة البحرين، ونؤكد أن المشروع يمشي وفق الخطة المرسومة إليه. فبعد يعني الانتهاء من التصاميم للمرحلة الأولى سيتم طرحها في المناقصة، وهو أيضا مثل ما أشار سعادة النائب بين مجموعة من الشركاء في الموضوع، المجلس الأعلى للشباب والرياضة أحد يعني الأساسيين في هذا الموضوع، وأيضا تقوم وزارة الأشغال ضمن المشاريع التنموية في إدارة والإشراف على تنفيذ هذا المشروع بمجمله.